بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مغترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: من منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. ورواه الوضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم لهم أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين وحث لهم: عليكم أنفسكم، عليكم ألا ينوب عن فعل الأمر، الجار والمجرور ينوب عن فعل الأمر، معناه الحث: يلزموا إلزموا أنفسكم. فأنفسكم مفعول بفعل محذوف دل عليه الجار والمجرور: عليكم، عليكم أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم واعتنوا بأمر أنفسكم أولا. لا يضركم من ضل، الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن ضل فضلاله على نفسه، ولا يسأل أحد عن عمل أحد، وإنما يسأل كل عن عمل نفسه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا معنى قوله: لا يضركم من ضل، أن ضلال من ضل على نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولكن عليكم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا واجب لا يسقط دائما بدليل الأدلة الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وأوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقية مستمرة. فليس معنى الآية إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفهمه بعض العوام الجهال أو المغرضون الذين يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالله الذي أنزل هذه الآية أنزل أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس معنى هذه الآية سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما معناه أنه لا يضرك ضلال غيرك إذا ضل ولم يقبل الهداية ولم يقبل الموعظة نصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يقبل فإنه لا يضرك وإنما يضر نفسه. فنحن حين نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لا نريد من الناس أن ينفعونا أو أن، وإنما نريد أن نبرئ ذمتنا، فإن اهتدوا فهدايتهم لأنفسهم وإن لم يهتدوا فضررهم عليهم. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، أنه ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كثرة الشرور، وإنما معناها أن عمل الإنسان له أو عليه، ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة أخرى. ثم أيضا في قوله تعالى إذا اهتديت، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله، هذا من الهداية. الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هذا ليس بمهتدي، هذا ليس بمهتدي. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبالحديث إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه عليك نفسك ودع عنك العام، معناه أنك لا تنظر إلى أفعال الناس تمشي معهم، ولكن إلزم الحق وإلزم الخير والعمل الصالح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأن هذا من العمل الصالح ومن الخير. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أديت ما عليك وأقمت عليهم الحج. فلا يفهم من هذه الآية أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر، بل يتأكد الأمر بالمعروف، والشر إنما يكثر إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه شبهة يجب كشفها للناس، أن أكثر الناس يفهموا على غير المقصود من الآية. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تتأولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر إلى آخر الحديث. فأبو بكر رضي الله عنه جل معنى الآية، وأن الذي يحملها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأولها على غير تأويله. نعم. ودل الحديث على أنه يكثر الشر في آخر الزمان ويتفاقم، يكثر الشر ويتفاقم. ف
فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدث هذا الشيء أننا نلزم الحق ولا نتجارى مع الناس، بل نلزم الحق ونثبت عليه ونبذل ما نستطيع من دعوة الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن في الحديث أن آخر الزمان وعند حدوث هذه الأمور أنه يتأكد الصبر والثبات، لأن الفتن تزلزل الأقدام وتزلزل، لابد من الثبات. فمن ثبت في هذه الأوقات وهذه الأحوال مع قلة الأنصار قلة الأعوان فله أجر 50 من الصحابة، أجر 50 في هذه الفصلة، في هذه الفصلة، لأنه أفضل من الصحابة في هذه الفصلة، لأنه صبر في وقت ليس له مناصب وليس له معين، بل الناس ضده، مع هذا ثبت. أما الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم الإسلام عزيز والرسول بين أظهرهم والمسلمون في ازدياد والشرور انحسار، من هذه الناحية كان الذي يأتي في آخر الزمان ويثبت على الحق مع قلة الأنصار والأعوان له أجر 50 في هذه المسألة. هذه المسألة ليس معناه أنه أفضل من الصحابة مطلقا، الصحابة لا أحد يعدلهم، ولكنه أفضل منهم في هذه المسألة، وهم أفضل منه في مسائل كثيرة، أفضل منه في الصحبة، أفضل منه في الجهاد، أفضل منه في الهجرة، أفضل منه في أمور عظيمة لا يلحقهم أحد فيها. إنما هذه المسألة إنهم هم في عز وفي قوة وأنت في ضعف في آخر الزمان وفي قلة أعوان، ومع هذا تصبر وتثبت، فإنك في هذه المسألة أفضل من الصحابة وأجرك فيها أعظم من أجر الصحابة. نعم. ثم قال أنبانا محمد بن سعيد أنبانا أسد قال أنبانا أحمد بن وضاح رضي الله عنه وروى الله معناه لحديث الله، هذا إمام من الأئمة له كتاب اسمه الحوادث والبدع مطبوع، هو كتاب صغير ما هو كبير لكنه جيد في هذا الموضوع. نعم. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه ان من بعدكم اياما للصابرين المتمسك بمثل ما انتم عليه اليوم له 51 منكم. نعم، هذه الايام التي يشتد فيها غربه الاسلام وقله الانصار والاعوان وكثره الاعداء والمخذلين والمرجفين، كما تعلمون الآن، والله أعلم أن هذه مبادئ لهذا الزمان، الله أعلم، قد يكون يأتي زمان أشد من هذا، فالذي يثبت على دينه ويثبت على جهاده ودعوته هذا يكون كالقابض على الجمر من شدة ما يلقى من الناس، يحتاج إلى صبر شديد. نعم. فإن من ورائه إن من بعد أيامكم أيام للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له 50 منكم. مثل ما أنتم عليه، يعني الصحابة اللي يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول وأصحابه يكون من الفرقة الناجية، هذا معلم، يكون من الفرقة الناجية، أنه يصبر حينما يتجلجل كثير من الناس، حينما ينجرف كثير من الناس يصبر هو على الحق ويصبر على مخالفة الناس ويصبر على لوم الناس ودمهم، بل يصبر على ما يناله منه في نفسه وفي جسمه، قد يضرب وقد يسجن وقد يقتل، يصبر لأنه على الدين، ما دام أنه على الدين وعلى الحق فلا يهم ما يصيبه في هذه الدنيا، لأنه لحظة وينتهي،
نعم. ثم قال أنبانا محمد بن سعيد أنبانا أسد قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أبي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إن العلم هل هذا الذي ترويه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني ليس أثرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال نعم قال إنكم اليوم على بيننا إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العين وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم مستكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم إيه نعم السكرتان سكرة الجهل الجهل داء قاتل وليس الجاهل يسكت على جاهله لكن جاهل يتكلم في أمور الدين ويفتي هذه المصيبة أما الجاهل الذي يعترف بجهله يقصر شره عن الناس هذا أخف من الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين ويحلل ويحرم ويفتي وهو على جهل هذا يحصل في آخر الزمان يقل للفقهاء ويكثر القراء يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم يضلون ويضلون هذه سكرة الجهل والثانية حب العيش حب الدنيا إذا أحب الدنيا نسي الآخرة نسي الآخرة وصار يعمل للدنيا اللي يحب شيء يعمل يعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة هذا يصيب كثيرا من الناس في آخر الزمان جهل وتعلق بالدنيا ونسيان للآخرة الآن يقولون لا تكرون الجنة والنار في الخطب لا تخوفون الناس على إرهاب الآن يقولون كذا الآن لا تذكرون الجنة والنار وعذاب القبر أنتم ناس متجمدون عندكم قنوط يقولون كذا الآن لحبهم للدنيا ما يقول ذكر الجنة وذكر النار وذكر القبر وعذاب القبر يكدرون على الناس عيشهم ولذتهم الناس يبي يسرحون ويمرحون أن تقول لهم هناك نار وهناك عذاب قبر وهناك حساب وهناك يقولون لا تعرضون هذا في الخطب صرحوا بهذا هذا من الفتن والعياذ بالله هذا ظهر في الناس نعم يكتبون في الصحف في مجالسهم ويذمون الخطيب اللي يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله يذمونه يقولون هذه ما هي خطبة هذه إرهاب هذا تيئيس للناس وتكدير على الناس سبحان الله نعم وله بإسناد عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تصبح هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس وهذا الحديث يقول طوبى للذين يمسكون بكتاب الله يمسكون هم يتمسكون بأنفسهم ويمسكون غيرهم ويمسكون غيرهم بكتاب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم
والدعوة إلى الله، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده وهو يثبت أن هذا يرجى له خير كثير، لكن هذا نادر، أكثر الناس ما يصبر، أكثر الناس ما يصبر، لو أنه يحب الخير ما يصبر، يروح مع الناس. نعم. قال رحمه الله الشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة، له رسالة قيمة في هذا الموضوع في مسألة الغربة، أظن عنوانها زوال الكربة في حال أهل الغربة أو ما حول هذا، مطبوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. تحذير من البدع، البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس هو منه، عبادة أو ذكر أو غير ذلك من أمور الدين. الدين كامل ولله الحمد، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى أن أحد يأتي يضيف إلى الدين شيئا جديدا، ولو كانت نيته صالحة فلا يجوز هذا مبتدع، ولو كان نيته صالحة، الدين لا يقبل الزيادة والإضاءة، لأن الله أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه هي البدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما يأتي في حديث العرباض، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات. لما حث على التمسك بالسنة لها عن البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات، الذي أتى بها يريد الخير يظن أنه محسن وأن هذه خير وهي شر، عين خير، فنيته لا تقلبها إلى خير، هي شر. الواجب الاتباع، الواجب الاتباع وترك الإحداث ويواء الاستحسانات والتقليد الأعمى للمبتدعة. نعم. عن العرباض بن الثانية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذهبت منها العيون. والرسول صلى الله عليه وسلم يعظ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، الرسول يعظ. اليوم لو يجي واحد يعظ قال: هذا معقد، هذا متشائم، هذا إلى آخره، ما يفتح للناس البسمة ويفتح للناس السرور والفرح، ما يقول ذكر الوعيد أبدا، ما يقول ذكر الوعيد. نعم. الرسول وعظ أصحابه، ففيه في هذا دليل على أن العالم يعظ الناس. قد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني يعظهم يوما بعد يوم، هو بداهم على الوعظ، إنما يتخولهم
يتحوله يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله، لا يداوم على ذلك يملل الناس، إنما يتحوله. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، ولا قال هذا متشائم أو هذا متشدد أو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل وبما ينقذ الناس من الشر، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم. وليست موعظة يسيرة، وإنما هي موعظة بليغة زرفت منها العيون وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر، أن هذه الموعظة بعد صلاة الفجر. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فهموا منها أنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حياته على وشك النهاية، كأنها وصية مودع فأوصل، كأنها موعظة مودع فأوصل. نعم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل، لأن من عادة المودع اللي يعني يريد أن يسافر أو حضره الموت، من عادته أنه يوصي أولاده ومن حوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد. هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله، هذه جامعة، كلمة جامعة، كلمة جامعة، تقوى الله جامعة لخصال الخير، يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله، الذي يقي من عذاب الله هو طاعته وترك معصيته، هذا الذي يقي من عذاب الله. فأتى بكلمة جامعة ثم فصل عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. ومن تقوى الله السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن بالسمع والطاعة لهم اجتماع الكلمة وقوة الأمة وتمام الأمر واندفاع الشرور والفتن وإقامة الحدود وإنصاف المظلومين من الظلمة إلى آخر المصالح التي في الولاية. هذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب طاعته، السمع والطاعة، إلا أنه إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، أما ما عدا المعصية فيطاع فيه. السمع والطاعة يعني لولاة الأمور. نعم. هذا الذي الآن الأعداء يريدون أن يقوضوا من المسلمين، يريدون أن لا تبقى لهم ولاية ولا يبقى سمع ولا طاعة، وإنما يعطون الناس الحرية فيما يريدون من الشرور والشهوات وأن ينحل الأمر. الإسلام لا يصلح إلا بجماعة، والجماعة ما تقوم إلا بالولاية، والولاية ما تقوم إلا بالسمع والطاعة، لا بد من هذا. الأعداء يريدون أن يقوضوا هذا، وأن لا يبقى للمسلمين جماعة ولا إمامة ولا، حتى يسهل قيادهم للأعداء. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد
وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولي الأمر يطاع لمنصبه ومكانته، ما ينظر إلى شخصه، ما ينظر إلى شخصه وهيئته، إنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه، ما ينظر إلى قبحته أو جمال منظره أو ما أشبه هذا. وإن تأمر عليكم عبد، هذا من باب الحث والتأكيد. يروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان أميرا على المدائن، أميرا على المدائن، ولم يغير من وضعه شيء، لا من لباسه ولا من مسكنه، ولا حتى إن واحدا اشترى حزمة من الحطب، فلما رأى سلمان قال تعال احملها، حسب حمام، فحملها سلمان رضي الله عنه، فكل ما مر على الناس تعجبوا، الأمير الأمير، فأراد صاحب الحزمة أن يعتذر إليه، قال لا، ولن أضعها حتى أوصلها إلى مكانك. فما هي بالمسألة مسألة منظر أو أبا، المسألة مسألة منصب ومقام، فيطاع ما هو أيضا يطاع لأجل رغبته هو أو منفعته هو، وإنما يطاع لمنفعة المسلمين، مصلحة المسلمين. نعم. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، هذا تحذير، هذا خبر معناه التحذير، فإن من طالت حياته سيرى اختلافا، هذا في عصر الصحابة، فكيف بتطاول الزمن وآخر الزمان يكثر الاختلاف، يكثر الاختلاف والفرق والأحجار، فالواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنة، فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الخطر هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كلفك هذا ثمنا باهظا تصبر، تمسك بالسنة ولو كلف ذلك ثمنا باهظا أمام الناس تصبر على هذا، ما دمت على الحق الحمد لله ما يضرك شيء. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، طريقته صلى الله عليه وسلم، المراد بسنته هنا طريقته. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجذ. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لأن عملهم توطيد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت لها. نعم. عضوا عليها من نواجذ، هذا من شدة الحرص، شبه الواقع في الفتن بالواقع في اللجة، الواقع في اللجة ما ينجو من اللجة إلا بحبل يعتصم به ويمسك الحبل، لأنه لو انفلت منه الحبل غرق، فهو من حرصه على الحبل يعض عليه بنواجذه، ما يكتفي بإمساكه بيده بل يعض عليه بأضراسه، هذا من شدة الخطر ومن شدة الحرص على النجاة، الذي في لجة البحر ولا معه إلا حبل ماذا يصنع؟ يطلق الحبل؟ ما يطلق الحبل إلى أطلق خلق. كذلك أنتم في أيام المحن من ليس لكم نجاة إلا حبل السنة، تمسكوا به، إن انطلق خلاص ما لكم نجاة. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم هذه كلمة تحذير، إياك كلمة تحذير، عليك حذر، كلمة حذر، إياك تحذير. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إياكم ومحدثات الأمور، قال سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين،
فما خالف سنة الرسول سنة الخلفاء فإنه من محدثات الأمور، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة لله وهذا تقرب إلى الله، ما ينفع ما ينفع. لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه هذا بدعة. لا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه، فالعمل كما سمعتم وعرفتم شرط له شرطا، الأول الإخلاص لله، والثاني العمل بالسنة وتجنب البدع. إن كان العمل فيه شرك لا يقبل، إن كان العمل مبتدع لا يقبل، لا بد من الاثنين. نعم نعم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، إياكم قلنا كلمة تحذير، ومحدثات منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو منصوب على الإغراء. ومحدثات الأمور يعني المبتدعات المخالفة للسنة. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما في تقسيم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول لا إن فيه بدعة حسنة هذه معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة هي ضلالة ما هي حسنة. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، نقول نعم سن في الإسلام سنة، ما قال من ابتدع بالإسلام بدعة حسنة حتى تقولون هناك بدعة حسنة. الرسول يقول من سن في الإسلام سنة، ولم يقل من ابتدع بالإسلام بدعة حسنة. ومعنى سن بالإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة عند ترك الناس لها. معنى سن بالإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة حين يتركها الناس فيقتدون به، له أجرها وأجر من عمل بها. فهذا به الدعوة إلى السنة إذا تركها الناس وإحياء السنة. أما أن يقال إن هناك بدعة حسنة هذه مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هم يريدون أن يزوقوا آراءهم ومحدثاتهم بهذه الكلمة إنها بدعة حسنة. نعم. وعن قتيبة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا يتعبدها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. نعم، الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هم أعرف الناس بسنة الرسول؟ هم صحابة الرسول، هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يروونها ويعملون بها. فالأخذ بما يعمله الصحابة هذا أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب الناس إلى الرسول وهم تلاميذ الرسول تعلموا منه، فهم يحيون سنته عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمر بذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بعلم ومعرفة لهديهم وسنتهم، ما هو بجهل أو غلو أو إفراط أو تفريط، بل بإحسان يتقنون الاقتداء بالصحابة بالمهاجرين والأنصار بإتقان. بإحسان يعني بإتقان من غير إفراط ومن غير تفريط. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
الصحابة رضي الله عنهم حجة، إذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب، من جاء بعدهم يخطئ ويصيب. نعم. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. اتقوا الله يا معشر القراء، يريد العلماء، لأن في ذاك الوقت القراء هم العلماء، وليس المراد مجرد الذين يحفظون القرآن بالتجويد، لا، المراد بالقراء في الزمان الأول العلماء، لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن، هم بس يحفظون بس ولا يدرون المعاني ولا، لا، يتفقهون فيها، فهم القراء. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء، مجرد أنهم قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهون، يقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيه، أو يفسرون بها بفهمهم القاصر أو بأهوائهم الضالة. نعم. وقال الدارمي وأخبرنا الحكم بن مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة. تنبهوا لهذه القصة، هذه عظيمة وعجيبة، من ابن مسعود رضي الله عنه، تدل على فكره وقوته بالحق. نعم. قرأنا شيخ كامله ولا؟ اي نعم. لكن انت في تحت ما هي وراء. نعم. قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء. هذا تقدير السلف لأهل العلم، كانوا يحرصون على الأخذ عنهم والمشي معهم ومجالستهم، خلاف اللي يقولون الآن العلماء متحجرون والعلماء نفعيون والعلماء أصحاب وظائف ويحذرون من العلماء. نعم. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو ابن مسعود في الكوفة مفتيا، كان مفتيا ومعلما، وأبو موسى كان أميرا، كان أميرا على الكوفة. نعم. صحابيان جليلان، أحدهما أمير والآخر مفتي ومعلم وقاضي. نعم. فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قل بعد أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آلفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فسترى قال رأيت في المسجد قوما خلق الجلوس ينتظرون الصلاة في كل فرقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا بها فيكبرون بها فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لكن جعله على هذه الصفة يتحلقون حلف ومعهم واحد وعندهم حصى يقول لهم كبروا مئة فيكبرون مئة بعد يعدون بالحصى، يعدون بالحصى ثم يقول هللوا مئة فيهللون يعدون بالحصى إلى آخره. هذا بدعة، الصورة دي بدعة، أما التسبيح والتهليل والتكبير هذا مشروع، لكن الصورة هذه بدعة، هذه بدعة ما أمر بها رسول الله ولا فعلها صلى الله عليه وسلم، وهذه تؤول إلى شر كما يأتي في آخر
في آخر القصة آلت إلى شر، صاروا هؤلاء مع الخوارج يقاتلون المسلمين، آل بهم الابتداء إلى الخروج عن الولاة، ولاة أمور المسلمين. نعم. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ نعم، يقول إن العد هذا بدعة، أنت تعد على الله عز وجل، أنت تعد على الله، الله ما يخفى عليه شيء، لكن عليك تعد سيئاتك تتوب منها، أما الحسنات تعمل الحسنات ولا تعددها، تقول أنا سبحت مئة أو ألف أو عشرين ألف أو ما أشبه ذلك، هذا من الرياء، وهذا بدعة، ما ورد أن الإنسان يحصي عمله يحصي حسناته، ما ورد هذا. نعم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك البلاد فوقف على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا عبد الرحمن ما أرضنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير أن يصيبه نعم فمجرد النية أو إرادة الخير لا تبرر البدعة البدعة بدعة وشر وإن كانت نية صاحبها حسنة وقصده حسنا هذا لا يبرر ولا يجوز البدع المهم الدليل ما هو المهم النية والقصد المهم الدليل من الكتاب والسنة نعم قال وكم من مريد خير أن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وعلم الله ما أدري لعل أنذره منكم جاءت حديث الخوارج اللي يغلون في الدين الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل من غير دليل وفقه وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له ويجتهدون من عند أنفسهم وبآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله هذه طريقة الخوارج فتوقع رضي الله عنه منهم أنهم سيكونون من الخوارج وصاروا من الخوارج لأن البدعة تجر إلى الشر البدعة تجر إلى الشر وأما السنة فتجر إلى الخير نعم وعلم الله ما أدري وعلم الله وعلم الله ما أدري لعل أنذرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عنهم سلامة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الفيق يطاعون لنا يوما نقرأهم عن خوارج كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج فنصر الله أمير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وقعة النهروان في العراق فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى شر ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة لأن ما هو بالمدار على النية والقصد المدار على الدليل على الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه فإنه ليس من الدين، إنه ليس من الدين وإنما هو من البدع. نعم. والله المستعان وعليه الكفلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ختم رحمه الله في الكتاب بهذا الدعاء، الله المستعان وعليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ختمه بالصلاة والسلام على نبينا محمد كما بدأه بذلك. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب الكبائر. نعم إن شاء الله. جزا الله فضيلة الشيخ وأمد في عمركم على طاعته ونفعنا بعلمكم. أستأذنكم في تنبيه الإخوة الكرام على المحاضرة التي سوف تقام لفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الموافق 26، وسوف تنقل هذه المحاضرة من الطائف إلى جميع المناطق التي تتابع معنا هذا الدرس. والسؤال الأول، فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم التعامل مع أهل البدع ومجالستهم؟ أولا المحاضرة وين تقام فيه؟ في أي مسجد؟ المحاضرة ستقام هذه المحاضرة في جامع والدة ولي العهد في الطائف، وسوف تنقل إلى الرياض إلى جامع الأمير فيصل بن فهد، وكذلك تنقل إلى الجوف جامع شيخ الإسلام بن تيمية، وتنقل إلى عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وكذلك تنقل إلى الكويت في مركز إحياء التراث. يعني في هذا المسجد؟ نعم، أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع أهل البدع ومجالستهم؟ التعامل مع أهل البدع أولا بالإنكار عليهم، مثل ما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه عليهم، لأنهم يظنون أنهم على خير وعلى حق، فلا بد من البيان، لا بد يبين لهم ما هذه بدعة ولا يجوز، فإن لم يتخذوا وأصروا فإنهم يتجنبون ويهجرون ويبتعد عنهم ويحذر منهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم أخذ الفتوى الشرعية ممن يفتون في القنوات الفضائية؟ هذا يختلف باختلاف الشخص، كان الشخص من أهل العلم المعروفين بالعلم والثقة يؤخذ منهم، أما إن كان ما هو من المعروفين أو إنه ليس من المتمكنين بالعلم وإنما هو من المثقفين والمفكرين ولا عنده علم ولا فقه، أو إنه عنده علم لكنه ما هو يتحرى الصواب وإنما يتحرى الخروج عن لأجل أهواء الناس، يدور رغبات الناس، أو لا يحذر منه، يحذر أول شيء من المتعالم الجاهل، ثانيا يحذر من صاحب الهوى، يحذر من صاحب الهوى الذي يعرف الحق لكنه يتلمس الرخص للناس والمخارج للناس، هذا يحذر منه. أما إذا عرف بالعلم وعرف بالتقوى والنصح هذا يؤخذ بفتوى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما مقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله عن صلاة التراويح نعمة البدعة؟ العلماء أجابوا عنها بأن المراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن التراويح ليست بدعة إنما هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي
ثم تخلف خوفا أن تفرض عليهم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وقت التشريع، فليس هناك فرض بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك جمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه. أقرأ الصحابة لكتاب الله كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أحيا هذه السنة ولم يعمل بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل السبحة حكمها حكم ما ورد في الحديث من التسبيح بالحصى؟ هو الحصى يجوز التسبيح به، ما في مانع، لأن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسبح بالحصى ولم ينكر عليها ذلك. تسبيح بالحصى ما يعد التسبيح العدد المطلوب المشروع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة وسبح كذا. المهم على الدليل، إذا حدد الرسول شيء وأنت تريد أن تأتي بالعدد الذي حدده الرسول فلا مانع أنك تعد بالحصى، لئلا تغلط، أو تعد بأصابعك أو تعد بالسبحة. السبحة مثل الحصى، خرجات مثل الحصى، لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة وردت عن طريق شبكة الأنترنت. يقول السائل: هل الخوارج يعتبرون كفارا؟ وهل صحيح أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يرى كفرهم؟ الخوارج اختلف فيهم العلماء هل هم كفار خارجون من الملة أو هم كفار الكفر الأصغر، على قولين. القول الأول أنهم ليسوا كفارا الكفر المخرج من الملة، بل هم مسلمون لكنهم مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه وهو يقاتله سئل: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا، ليسوا كفارا على هذا القول. وهذا قول الجمهور أهل العلم أنهم لا، ليسوا كفارا خارجين من الملة. القول الثاني أنهم كفار خارجون من الملة على ظاهر الأحاديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، أخذ الحديث على ظاهره، الله أعلم. وأما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلا أعلم أنه أفتى بذلك، ولا سمعته منه ولا قرأته في كتبه. نعم. إنما يحذره من مذهب الخوارج، يحذر تحذيرا كبيرا، أما أن حكم بكفرهم فلا أعلم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندنا عادة في مراكز تحفيظ القرآن، ألا وهي دوران الطالب في غرفة التدريس أثناء مراجعته لحفظ القرآن أشبه بالطواف، وهي عادة صوفية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نعم، أعد السؤال. يقول: عندنا عادة في مركز تحفيظ القرآن، ألا وهي دوران الطالب في غرفة التدريس أثناء مراجعته لحفظ القرآن أشبه بالطواف، وهي عادة صوفية والله أعلم، فما رأيكم في ذلك؟ إن كان يفعل هذا من باب العبادة ويرى أنه مشروع فلا بدعة، أما إن كان يفعله من باب العادة وبدل ما هو جالس يتعب الجلوس يقوم يتمشى من أجل يعني ذهاب السآمة عنه فلا مانع من ذلك، يمشي في المسجد، يمشي في الغربة من أجل ذهاب السآمة عنه، أو إذا كانت رجلاه تؤلمانه يريد أنه يخفف الألم، إذا كان يفعل هذا لحاجة فلا بأس بذلك، أما إذا كان يفعله عبادة فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وأختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة إلى الله معهم؟ هل الخروج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهل منهجهم وما فيه من الاصطلاحات التي أحدثوها هل هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. أيضا هم يحذرون من 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 التعلم والدراسة ويقولون عليك بالعبادة، هذا طريق الصوفية، عليك بالعبادة لأنك إذا جلست للتعلم يشغلك عن العبادة. سبحان الله، والتعلم ما هو عبادة، تعلم عبادة، بل هو أفضل أنواع العبادة كما مر بكم. فهم يحذرون من طلب العلم ويعترفون، يقولون نحن لسنا علماء، كيف تكونون دعاة وأنتم لستم علماء؟ ما يكون داعي إلا من كان عالما. هم يعترفون أنهم ما هم علماء وإنما هم دعاة. يقول لهم ما يكون داعي إلا وهو عالم، لا بد أن تتعلموا. الحاصل أن هذه الجماعة يجب اجتنابها والتحذير منها. ونحن عندنا ولله الحمد من علم الكتاب والسنة والدعوة إلى الله ما يغنينا عن هذه الطرق وهذه المحدثات وهذه الجماعات. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعته. ننتقل إلى الإخوة في الجوف. الشيخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كثر الكلام حول قناة المسجد الفضائية وما يبث فيها مما يسمى بالأناشيد الإسلامية، بل إنه قد أحدث فيها برامج خاصة لرعاية المنشدين الموهوبين، فما رأي سماحتكم بذلك؟ وهل من نصيحة تقدمونها للقائمين على القناة؟ وجزاكم الله خيرا. كنا نسمع أثنى على هذه القناة، أنا لم أطلع عليها وأنا والحمد لله ما لي اطلاع على القنوات كلها، لكن هم يبنون، الناس يبنون على هذه القناة، لكن إذا أحدثوا فيها أشياء مثل الأناشيد مثل الأشياء الأخرى فهذا مما يشوه سمعتها. فأنا أنصح القائمين عليها بأن يجعلوها خالصة كما كانت في الأول، خالصة من هذه الترهات وهذه الأشياء، ولا يستمعوا إلى من يشير عليهم بهذه الأشياء، يبقون على أصالتهم وعلى ثناء الناس عليهم، لأنهم إذا أحدثوا هذه الأشياء سينصرف كثير من الناس عن هذه القناة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الذين يقدحون في العلماء وطريقتهم يقولون نحن لا نقدح في الولاية ولا السمع والطاعة، ولكن نقدح في منهج التعامل مع الولاة وتسهيل الأمور لهم والسكوت على أخطائهم التي تهم المجتمع، لذلك نحن ننكر علانية، فما رد فضيلتكم على هذه الشبهة، خصوصا وأنها يروج لها عند صغار الشباب؟ الولاة غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، عندهم أخطاء، ومناصحتهم واجبة، مناصحتهم واجبة، لكن ليست المناصحة في الكلام في المجالس أو على المنابر أو في الأشرطة أو في تأليف الكتب، هذه ليست مناصحة، هذه فضيحة ونشر للشر وتفريق بين الوالي والرعية. المناصحة أن تبلغهم النصيحة، أن تبلغهم النصيحة بينك وبينهم، إما بأن تشافههم وإما بأن تكتب لهم كتابة خاصة يسلم بأيديهم، وإما بأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم خفية. النصيحة تكون خفية، تصل إليهم بطريقة سرية، هذه هي النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للأئمة والمؤذنين ترك مساجدهم والذهاب للصلاة على الجنائز في المساجد الأخرى؟ الأئمة بقاؤهم في مساجدهم وصلاتهم للجماعة أمر واجب، لأنهم تقلدوا هذا الشيء والتزموا به، فإمامة الإمام في المسجد واجبة عليه، وذهابه للجنازة مستحب، فلا يترك الواجب ويذهب إلى مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الوارد في جلسة الإشراق وفي صحتها وفضلها؟ جلسة إيش؟ إيش جلسة؟ جلسة الإشراق. الشروق هذا جلسة الشروق الذي ورد أنه بعد صلاة الفجر يبقى في مجلسه يذكر الله في مجلسه في مصلى يبقى في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيقوم ويصلي ركعتين، وأن ذلك يعدل حجة وعمرة. هذا الذي ورد، ولا يسمى جلسة الإشراق، يسمى الجلسة بعد صلاة الفجر إلى إشراق الشمس وارتفاعها. نعم، هذا ورد في الحديث، إن كان الحديث فيه مقال، لكن يقولون إن طرقه يقوي بعضها بعضا فيعمل به في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. آخر سؤال، يقول السائل: بعض الشباب يقومون بشراء مجموعة من بطاقات الاتصال المدفوعة سواء، ثم يقومون بتقسيطها على شخص بمبلغ مؤجل، هل هذا العمل جائز وما توجيه سماحتكم في ذلك؟ أصل بطاقة سواء هل هي جائزة ولا لا؟ فإذا جازت هل يجوز بيعها أو لا؟ أنا لا أرى بطاقة سواء أنها فيها جهالة وفيها غرق وفيها خداع وفيها ذهاب للمال، بحيث أنه إذا مضت المدة تروح عليك وتسلم ثمنها. لماذا تروح عليك؟ الواجب أنك إذا سلمت ثمنها أنك تستعملها لما تستنفذ القيمة التي دفعتها. أما أن تحدد بمدة إذا مضت تروح عليك مالك، هذا أكل للمال بالباطل. نعم، أنت اشتريتها، ما هي شراء؟ إذا اشتريت السلعة ملكتها وتنتفع بها إلى أن تنتهي إن كانت شراء، وهم يقولون شراء بطاقة سواء يبيعونها عليه بيع. نعم، وعندما تجوز نفسي للصدقة والتبرع فلا يوجد لديه من أتصدق بها. تقول: عندما تجوز نفسي للصدقة والتبرع فلا يوجد لديه ما أتصدق به ولا أتبرع به سوى من مال هؤلاء الأيتام، أما أنه ليس لدي أي ممتلكات خاصة سوى هذا المصروف الشهري، فهل يجوز لي أن أتصدق والتبرع بالمصروف أولاد الأيتام؟ لا، تصدق لينقص مصروف الأيتام ومال الأيتام ما يجوز، لأنه يجب حفظ مال الأيتام والإنفاق عليه منه. لكن إعطاء السائل، إذا جاء السائل يسأل وأعطيته شيء يسير، هذا لا بأس به. أما التصدق بكمية أخرى من أموال الأيتام، لا. أما نصيبك أنت ومالك أنت، تصدق لما شئت. تقول أيضا: بعض الأخوات المصليات تضع القبلة أمامها وهي تصلي نائم أو مستيقظ ضيع الغيظ، وما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، حتى الكبير يجوز أن يكون نائما أمام المصلي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام والرسول صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل وهي معتيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها وكفت رجلها وسجد عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليكم. يقول: لدي أخ يسرق ويطلب مني أن أشاركه في الأكل، ولا يقدرني مستيقظ إلا بعد الأكل، فهل يعتبر قد قضيت بالحرام؟ وهل أسجل المبلغ المصروف؟ إذا كنت تعرف أنه يسرق فلا يجوز تأكل من طعامه، إذا كان ما عنده مال إلا السرقة أما إذا كان عنده أموال ولا تدري هل مالها هل هو من السرقة أو من الحلال فلا بأس أن تأكل. أما إذا علمت أن المال من الحرام إما من السرقة أو غيرها فيجوز الأكل منه. نعم، المقام العربي
طيب يقول رجل الذي زوجتان من الزوج الاولى بنت ولديها ولد السؤال عن الولد رجل لديه زوجتان ومن الزوجة الأولى بنت ولديها ولد بنت ولديها ولد يعني لها بنت ولد نعم الولد البنت بنت من الزوجة الأولى ولد بنت إيه ولد بنت الزوجة الأولى من حرام الزوجة الثانية إيه نعم يعني الزوجة الجدة إذا كان الزوجة الجدة من قبل الآب أو من قبل الأم إنه محرم لها لأن الجدة أب الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والأب يشمل الأب المباشر ويشمل الجد من قبل الأم أو من قبل الأب صلى الله عليه وسلم دعوا السلعة على رأسهم واشتراطوا إلا لم يدفع المبلغ مع الشهرين تسقط العربون بتطيبين مع فلان بمعناهم خيار بمعناهم أعطاه الخيار لمدة شهرين إذا ما سلم الثمن فالعربون للبائع هذا لا بأس به يجوز للعربون عند الإمام أحمد يجوز للعربون إذا لم يعزم المشتري على السلعة لأنه يفوت عليه مدة يحدث السلعة ويأخذ وعمر رضي الله عنه دفع العربون لمن اشترى له دار السجن في مكة دفع العربون نعم صلى الله عليه وسلم يقول صلاة النساء جماعة تنام بها أحد مع الرجال وإذا صليت جماعة ما موقف من ذلك الجماعة على الرجال واجبة وأما الجماعة على النساء فهي مستحبة لهن أجر الجماعة إن شاء الله لكن ليست واجبة نعم أحسن الله عليكم عن الذين يسمعون الأغاني والسيارة الشارع إلى أن أنكر عليكم هل في عمري العذاب مع هؤلاء؟ إذا تمكنت من نصيحتهم يجب عليك ذلك وإذا لم تتمكن فأنت معذور نعم صلى الله عليه وسلم يقول امرأة مجاز لدينا نزيف فقيل لها أن الزعفران مفيد مع الماء لمنع النزيف فلتستخدمه وهي مجاز لا تستخدمه والنزيف يراجع الطبيب أمل أن تروح تخرج من البيت تذهب للمستوصف أو المستشفى من أجل النزيف والعلاج الإحادة لا بأس والطبيب هو اللي يعرف علاجه النزيف نعم هل يجوز للمرأة أيضا استبدال أن تذهب مع أولادها زيارة المسجد النبوي المكي وأن تحضرهما؟ لا المرأة لا تسافر المرأة المتوفى عنها لا تسافر إنما تبقى في البيت حتى تنتهي العلم قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أصدرت بعض المكتبات كتيبا صغيرا على شكل يوميات يسجل فيها المسلم نشاطه في أعمال الخير والبر والإحسان وقراءة القرآن وغير ذلك وفي نهاية اليوم يحاسب نفسه على أعمال البر ويقصد من ذلك حث النفس على المنافسة في أعمال الخير فهل هذا العمل يشبه عمل القوم الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه؟ المطلوب أن ترسل هذا الكتاب إلى الإفتاء تكتب معه الخطاب وينظر فيه إن شاء الله يا ما نحكم عليه ونحن لم نطلع عليه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول السائل
يجد بعض الناس حرجا وانقباضا في النفس عند الحديث عن حقوق ولاة الأمر، وأن كثيرا من الناس يقرر ذلك لأجل إرضائهم ومن أجل مصالح الدنيا، ويقول يكفينا من ذلك أننا نقر بالسمع والطاعة دون كثرة الحديث والتذكير بهذا الأمر، فما هو رأي فضيلتكم؟ إذا كره هذا فهذا رأي الخوارج، وهذا مذهب الخوارج. إذا كرهه فقد وافق الخوارج في هذا. عليه أن يتقي الله جل وعلا ويقنع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبتذل عن طيب نفس وإيمان، ولا يكون لنفسه حرج مما أمر به الرسول، بل أمر الله به جل وعلا وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاقتصار على الوعظ فقط منهج نبوي، وذلك أن بعض الدعاة لا يتكلم إلا بالوعظ والترهيب، ويرد على ذلك ما يناسب من القصص، ولا يذكر الترغيب في أعمال الخير بل يركز على ذكر الترهيب، هل هذا منهج نبوي وأسلوب من أساليب الدعوة؟ نعم، القرآن جاء بالترغيب والترهيب، وجاء بالوعد والوعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جاء بالوعد والوعيد، فلا يقتصر على الترهيب فقط، لأنه ربما يقنط الناس من رحمة الله، ولا يقتصر على الترهيب فقط، لأنه ربما يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من العقوبة، فيجمع بين هذا وكما في القرآن والسنة يجمع بين الترغيب والترهيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بمن يقترح أن تتحمل الدولة ما أتلفه هؤلاء الخوارج الذين فجروا وقتلوا، ويستدلوا لذلك بقصة خالد ابن الوليد رضي الله عنه؟ يرفع رأي الدولة والدولة تنظر فيه. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لنا في أوقات الفتن والمحن، خصوصا إذا لم نستطع سؤال المشايخ والاتصال بكبار العلماء، لأنه لا يوجد في بلدنا أحد منهم؟ يا أخي، عندكم القضاة، القضاة إن شاء الله فيهم خير، غالبا ما تخلو بلد أو قريب من البلد من القضاة، يسألون القضاة فيهم خير إن شاء الله. نعم. وهذا سائل يقول: هل تبرأ ذمتي إذا قمت بنصح جار المسجد أكثر من مرة ولكن دون جدوى؟ نعم، النصح واجب، تكراره أيضا واجب، ولكن إذا لم ينتبه ترفع بأمره إلى مركز القريب منه، يخبروه ويجروا معه ما يلزم، ترفع أمره إلى الهيئة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول البعض أن كبار العلماء لا يردون على أصحاب البدع والخوارج ردا صريحا واضحا، مما أدى إلى زيادة شرهم؟ وش يدري أن العلماء ما رد، يعني هو ما يقرأ ولا يطلع ويظن أن العلماء ردوا ولله بالمؤلفات بالمحاضرات بالكتب بالنشرات بالصحف، العلماء ردوا، لكن هذا يمكن أنه ما هو يقرأ أو أنه يقرأ ولا يفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب ملتزم ويسكن إخواني معي في البيت مع نسائهم، وهن يكشفن وجوههن عني وأنا أعاني من ذلك، علما أن والدتي تقول لي لا تفرق إخوانك وتأمرني بأن أصبر على ذلك، نرشدوني جزاكم الله خيرا. أنا منكر، اسم النساء وجوههن عند إخوان أزواجهن هذا منكر، معصية لله ولرسوله، أنت بلغ بين، فإذا لم يعتزلوا أرى أنك ما تبقى بهذا، إن كان القدرة اعتزل هذا البيت واسكن في مكان آخر، إذا لم يعتزلوا إزالة هذا المنكر. أما إذا كنت لا تقدر على ترك البيت فتكون إيجابي ولا تخالف هؤلاء النسوة، لا تخالفهن بعد نصيحة، لا تخالف، خليك على طرف في غربة أو في مجلس لا يأتيه إليه النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل:
يحتج البعض من الناس على جواز الأخذ من اللحية بفعل بعض طلبة العلم والمشايخ الذين يأخذون من لحاهم، فكيف نرد على هؤلاء؟ طلبة العلم والمشايخ يطالبون بالدليل على فعله، إذا أقاموا دليلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا ففعلهم خطأ، ولو كانوا علماء ولو كانوا مشايخ يخطئون يصيبون، يطالبون بالدليل الصحيح، الدليل الصحيح على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في أيام الإجازة ظاهرة سيئة من الشباب خاصة من بعض المستقيمين هداهم الله، وهي النوم عن صلاة الظهر والعصر، وعذرهم في ذلك أنهم لا ينامون إلا متأخرين، نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء. كيف يكون المستقيمين وهم ينامون عن صلاة العصر أو صلاة الظهر صلاة العصر؟ ما هي الاستقامة؟ هذا انشراح، عليهم التوبة إلى الله عز وجل وأداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، سيما إذا كان ينتسبون لطلب العلم، فهم قدوة، هم قدوة تهتدي بهم الناس، عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها مع جماعة المسلمين. أختم بهذا السؤال حفظكم الله، حيث يقول السائل: الحمد لله الذي أنعم علينا بختم هذه الرسالة، هل نكون قد أخذناها عنكم بأن نقول قال شيخنا، ونكون ممن طلب العلم عند سماحتكم؟ لا بأس بذلك، إذا كان عندكم تسجيل وصوت وكلام الذي قلناه مسجل أو مكتوب مفرغ، فلا بأس أن تقولوا هذا شرح فلان، هذا شرح فلان على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. أحسن الله عليكم وزيادة الشيخ، بارك فيكم ونرجو الله يا رب العالمين لأن أولادكم مفضل الشيخ أحمد زيد مبارك يوم الجمعة القادم إن شاء الله 26 في هذا اليوم، تكون قد حول الأنوار ثم نقرأ المعتاد. فضل الله عليكم ورحمة الله.